معلوم بتركيا قيمة الضريبة المضافة طبعاً على حسب نوع العقار بين 10-20%، لكن بمشروعنا 1% فقط. بإطلالي على بحر مرمرة وجزر الأميرات وبالقرب من الغابات بمنطقة طبيعية 10 دقائق عن مطار صبيحة، مشروعنا غاية وآية في التميز. ندخل بالتفاصيل. مشروعنا على مرحلتين، تسليم المرحلة الأولى حيكون بعد سنة تقريباً من الآن، المرحلة الثانية بعد 20 شهر. وجود هذا المشروع على تلة عم يخلي الإطلالة على جزر الأميرات وعلى بحر مرمرة يبدأ من الطابق الأول. وعلى فكرة تقريباً معظم الشقق الموجودة في الواجهة الأمامية إطلالتها على البحر. تنوع أنماط الشقق من غرفة وصالة حتى 5 وصالة عم يعطينا مساحات واسعة جداً للعائلات. على فكرة مشاريع تركية عموماً عبارة عن مدن مصغرة فيها كافة الاحتياجات والمستلزمات الشخصية والمنزلية من خلال المحلات التجارية وكافة الخدمات الاجتماعية داخل المشروع نفسه. في كونسبت وفكرة لطيفة ممتازة جداً عم يتميز فيها هذا المشروع عن كثير من مشاريع اسطنبول. 5 غرف وصالة فيها تراس واسع مع مسبح والإطلالة بشكل مباشر على بحر مرمرة وجزر الأميرات. لا تفوت الفرصة لأنه عدد هي الشقق بهي الأنماط فقط 6. مشروعنا في منطقة بيندك ضمن الطرف الآسيوي، لكن شو هي بيندك؟ هي المنطقة اللي فعلياً منطقة نقية جداً من حيث الهواء لوجود الغابات فيها. فيها مطار صبيحة على فكرة 10 دقائق بعيد عن مشروعنا بالسيارة. في 3 جامعات حوالي مشروعنا من 10-20 دقيقة. جامعة مرمرة يونيفرسيتي هي الجامعة مرموقة جداً في مدينة إسطنبول موجودة بالطرف الآسيوي. في عنا جامعة صبنجة، في جامعة أوقان. حوالي 25 دقيقة تقريباً نحن بعيدين عن كوجلي وإزميت وصبنجة، الأماكن الترفيهية وجهة السياح المعروفة. ببساطة هي بيندك. تشطيبات الشقة بكواليتي عالية جداً، مساحة غرفة الأبوين واسعة. الأطفال أكيد حيشعروا بالانتماء لهذا البيت. ست البيت أكيد بهم المطبخ، الديكور ممتاز جداً، مزود ببلكون بالإطلالة اللي شفتوها في بداية هذا الفيديو. بكل أمانة وبالفم الملآن بقولكم ما تفوتوا هي الفرصة. لأنه المشروع تحت الإنشاء عاملين عليه حصومات مميزة جداً 20%. بإمكانك الدفع بالتقسيط أيضاً 50% كدفعة أولية والباقي على 1.5 سنة. بإمكانك تستفيد من كل هاي المزايا من خلال تواصلك معنا في امتلاك العقارية. ألقاكم قريباً.